له بنا صلة. لا أريد أن نفتتح مجلسنا اليوم دون أن أشير إلى عمل يقوم به عضو من أعضاء الحكومة، بطبيعة الحال كل أعضاء الحكومة كل واحد يقوم بعمله في مجاله، ولكن هذا العمل له رمزية خاصة، وهو السيد وزير الصحة الذي أطلق عملية كرامة لإخراج مجموعة من مواطنينا الذين كانوا يخضعون لعلاج من عهد آخر ومن زمان آخر لا علاقة له بما هو عقلاني، لا علاقة له بما هو معروف في هذا الزمان، وهو موضوع تأجل سنوات طويلة لم يكن أحد على الوصول إليه رغم القناعة العامة به. فنريد من جهة أن نهنئه، ومن جهة أخرى أن نقول بأن هذه الحكومة هي حكومة يجب أن تكون قريبة من الشعب، وعملها هو عمل يعني في المؤسسات والإدارات والقوانين ولكن كذلك هو أعمال يراها الناس، المواطنون في حاجة إلى أشياء يرونها مباشرة ويلمسونها مباشرة. فإذا لابد أن ننوه بهذا العمل.